اسمعوا له سوريا ولو ارجعوا له لك بلدك ولو لو 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 لا تقضي عمرك لاجيت واخرتك بالغربة تموت سوريا بتفتح قلبك ولو بدك ترجع تموت مطلوب ولو تجنيد ولو أمن ولو حرب ولو لو 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 حاجة تحلم يا معدك الله يخلي الجب سنتك هو بيدفع باليورو وانا عايش بتبطل لا تخافوا له خلصتوا له تسامحوا له لك عفوا له خلصنا كل الارهاب والازمة صارت ماضي وهلق بدنا نعمرها لك والشعب كله راضي خربت ولو شو سويسرا ولو قفلنا ولو لك عيب ولو الحالة جوا عدماني من وين نجيب الأكلة البلد نصا خرباني جاي تقلي انتصار امان معقول ولو شو نسيتوا لو الروسي ولو بو علي ولو سوريا امي وامك انت رجعوا لا يهمك عندي والله يا غالي ما حد يقرب يمك حنيت ولو شاور مولو للفتلة ولو بابدو مولو يا خي الغربة صعبة صاير عم ينطف قلبي من بكرة والله راجع ويلعن بي الأوروبي حدبة نسور قاسيون برودكشن برودكشن نسور قاسيون حدبة نسور قاسيون برودكشن وأحلى بالعلم. طبعا الدولة السورية منذ اللحظات الأولى فتحت ذراعيها لأبنائها وقالت لهم عودوا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم عودة اللاجئين نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم فيشوه ولو بكسيدي ولو مطلوب ولو دخيلك ولو حطوا على أبسط الريح خلوه ينطو يرقو شوي شوي يا سيدي والله لا خلي عواكو والله هذا يدعك يوصل لبعد قبروس خاين ولو ندمان ولو أمك ولو لك رجعوني ولو رجعوني ولو رجعوني ولو